يا عزيزي، إيران إذا كانت تريد أن تحارب إسرائيل فهي تستطيع أن تنهي إسرائيل من الوجود. الدول العربية إذا كانت تريد أن تحارب إسرائيل، أي دولتين عربيتين أو 3 دول بإمكانهم أن يحاربوا إسرائيل ويهزموا إسرائيل وتنتهي دولة إسرائيل. المشكلة ليست في إسرائيل، المشكلة أن هذا الكيان هو مشروع غربي، هو قاعدة عسكرية للغرب، هو ثكنة عسكرية متقدمة في بلادنا. من يريد أن يحارب إسرائيل عليه أن يستعد ليحارب أمريكا وأوروبا وبريطانيا والغرب، كل الغرب. إيران تدرك ذلك. لماذا المكابرة؟ هم يستخدمون شعار تحرير فلسطين للتضليل والتعمية والكذب، هم يريدون تخريب الدول العربية. الخصم الحقيقي والعدو الحقيقي لهم في المنطقة هي الدول العربية، يريدون إضعاف هذه الدول يعني قدر الإمكان من خلال كل الوسائل المتاحة وكل الأساليب الماكرة. إيران أشطر من العرب بالمكر، العرب أكثر شجاعة بالمواجهة. إيران تغلبنا الآن بالمكر والخداع. علينا أن ندرك بأن الذي بين إيران وإسرائيل هو تنافس على المنطقة وليس حرب حقيقية بين يا أخي، يعني إسرائيل ضربت إيران أكثر من 200-250 مرة في سوريا، لماذا لم ترد إيران ولا مرة؟ ممنوع على إيران أن تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل. في الخارج يعني هذه لعب أطفال، سفينة هنا وباخرة هناك ولغم هنا واغتيال هناك، هذه ألعاب أطفال. لكن في واقع الأمر لم يكن هناك في السابق حرب بين إيران وإسرائيل، ولن يكون في المستقبل هناك حرب بين إيران وإسرائيل طالما أن النظام الملالي على رأس السلطة في إيران. هذه مسلمات يجب أن نقتنع بها. إذا كانوا فعلا يريدون حربا حصلت أكثر من مناسبة تستدعي أن تكون هناك حرب. لماذا لم تحصل حرب؟ لأن هناك خطوط حمراء متفق عليها بين إسرائيل وإيران والغرب برعاية غربية، كما هو الحال تماما في جنوب لبنان على سبيل المثال. هناك اتفاقات هنا يسمونها طبعا في لبنان من أجل البرستيج على الطريقة اللبنانية، يسمونها يعني قواعد الاشتباك. هي قواعد شو؟ هو اتفاق سري بين إسرائيل وحزب الله، يقوم بموجب هذا الاتفاق حزب الله بحماية الحدود الشمالية لإسرائيل ويمنع أي عمل فدائي فلسطيني أو عمل مسلح من القوى الوطنية اللبنانية الثورية إلى آخره، ويمنع إطلاق الصواريخ. مقابل ذلك إسرائيل تترك لحزب الله حرية التصرف بالدولة والسلطة والحكومة والمقدرات والمؤسسات وكل شيء، وهذا ما هو حاصل على الأرض. يعني الأمور لا تحتاج إلى كثير من التفسير، هذا ما هو حاصل على الأرض.